وأينما كنتم أسعد الله صباحكم وأهلا بكم لأخبار الرياضة من جولة الصباح. البداية من محلياتنا، حيث انتهى لقاء كأس السوبر بين فريقي بركات بطل دورة الريحانية ورامسبور بطل دورة الشهيد أحمد سويدان في مدينة كيلس التركية، انتهى إلى فوز فريق بركات بتسعة أهداف لسبعة. قاد المباراة الحكم الشاب أنس الحسين في ملعب أكرم جاتين بمدينة كيلس، وشهد اللقاء ندية وأداء مميزا من قبل الفريقين بحسب تقييم الحضور. وفي نهاية المباراة توج رئيس الهيئة العامة للرياضة والشباب في سوريا وعددا من أعضاء الهيئة الفريقين واللاعبين المتميزين في المباراة. في إفريقيا حطم الفيلان العاجيان ويلفرد بوني وجورفينيو أحلام المنتخب الجزائري لكرة القدم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية وأخرجاه من دور الثمانية في المباراة الحاسمة التي جرت بينهما بملعب مالابو بغينيا الاستوائية. وقدم بوني نفسه أحد نجوم منتخب كوت ديفوار حين وقع لمنتخب بلاده هدفيه الأوليين في الدقيقتين 26 و69، بينما تكفل نجم روما جيرفينيو بتعميق جراح الجزائريين بهدف ثالث كان بمثابة رصاصة الرحمة في الوقت القاتل. فيما كان هلال سوداني قد أدرك التعادل الخضر في الدقيقة 51، هذا وسيواجه زملاء يايا توري بالدور قبل النهائي منتخب غانا الذي تفوق على غينيا بثلاثية بيضاء. في إسبانيا خطف برشلونة فوزا مثيرا ومستحقا على ضيفه فياريال بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كام نو ضمن منافسات الجولة 21 من الليغا. الفريق الكتالوني وجد صعوبة بالغة في تجاوز الغواصات الصفراء، حيث تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 30 سجله دينيس شيرشايف، ثم تعادل نيمار في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، إلا أن فياريال تفوق مجددا بهدف ثاني سجله لوزيانو داريو فيتو في الدقيقة 51، ثم رد البرشا بهدفين متتاليين لرافينيا الكالتارا وليونيل ميسي في الدقيقتين 53 و55. بهذا الفوز يواصل الفريق الكتالوني سلسلة عروضه الجيدة في 2015 ليرفع رصيده إلى 50 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد بنقطة واحدة مع أفضلية للأخير في مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد فياريال عند 38 نقطة بالمركز السادس. من إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تمكن إيسي ميلان من تحقيق الفوز على ضيفه بارما بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو ضمن الجولة 21 من الكالتشيو. تقدم ميلان في النتيجة أولا عبر الفرنسي جيرمي مينيز في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، ولكن الإيطالي نوتشيرينو عدل النتيجة لبارما في الدقيقة 24. في الشوط الثاني دخل الروزينيري وهو يأمل في تحقيق الفوز، وقد عاد مينيز من جديد ليسجل ثاني الأهداف في الدقيقة 57. قبل النهاية بربع ساعة تمكن زاكاردو من إضافة الهدف الثالث للفريق اللومباردي. على صعيد متصل سقط قطب المدينة الآخر فريق الانتر أمام ساسولو بذات النتيجة فوز الميلان أي بثلاثة أهداف لهدف. بدوره سقط المتصدر يوفنتوس بفخ التعادل السلبي مع مضيفه أودينيزي. في إنجلترا واصل أرسنال صحوته بالبريمير ليج بعدما اكتسح ضيفه أستون فيلا بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة على ملعب الإمارات. أحرز خماسية المدفعجية أوليفر جيرو، مسعود أوزيل، ثيو والكوت، سانتي كازورلا وهيكتور بيلارين في الدقائق 58، 63، 75 و92 ليرتفع رصيد الجنرز إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 22 في المركز 16. هذا وأعرب الفرنسي أرسن فينجر عن سعادته لنظافة شباك فريقه للمباراة الثالثة على التوالي، بينما أكد صانع الألعاب ألماني مسعود أوزيل أن القادم أفضل. وفي مباراة أخرى سقط مفاجأة الموسم ساوثهامبتون على ملعبه سانت ميريز أمام ضيفه سوانزي سيتي بهدف جاء قبل النهاية بسبع دقائق. بعيدا عن كرة القدم، توج المنتخب الفرنسي لكرة اليد بطلا للعالم للمرة الخامسة في تاريخه
وذلك بعدما تغلب على نظيره القطري ب 25 هدفا ل 22 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بصالة لوزيل في ختام البطولة بالعاصمة القطرية الدوحة بعد أكثر من أسبوعين من المنافسات الشرسة. وجاءت المباراة جيدة المستوى وسيطر الفريق الفرنسي على شوطها الأول لعبا ونتيجة ونجح في تحقيق رقم قياسي بتحقيقه للقب للمرة الخامسة في تاريخه ليكون المنتخب الوحيد في العالم الذي يحقق هذا العدد من الألقاب، في حين قدم العنابي عرضا قويا لسيما في الشوط الثاني وكان الأفضل، لكن خبرة الديوك الفرنسية حسمت الموقف لصالحهم في نهاية المطاف. كما أحرز المنتخب البولندي الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره الإسباني بفارق هدف وب 29 هدفا ل 28 في مباراة تحديد المركز الثالث. وجاءت المواجهة ماراثونية وامتدت لوقت إضافي لتصبح أول مباراة في مونديال قطر تشهد وقتا إضافيا. في عالم التنس أحكم الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول قبضته على لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الخامسة بتفوقه بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة على البريطاني أندي موري بعد نهائي مثير. وكانت المواجهة متكافئة في أول مجموعتين، لكن نوفاك فاز ب 12 شوطا من آخر 13 شوطا بالمباراة ليصبح أول لاعب يحرز اللقب 5 مرات في ميلبورن بارك منذ تحول اللعبة إلى عالم الاحتراف، بينما تعد هذه الهزيمة الرابعة لموري في نهائي أستراليا المفتوحة، لكنها الخسارة الثالثة أمام جوكوفيتش بعد 2011 و2013. وكانت المباراة قد توقفت بعدما قفز 2 من المشجعين إلى أرض الملعب في واقعة محرجة للأمن، وانتظر اللاعبان لعدة دقائق حتى يشدد الأمن من إحكامه على تأمين الملعب. سوريا كانت حاضرة بإنجاز قطر في وصولها للمباراة النهائية وحصولها على المركز الثاني لسبب بسيط، عدد من المحترفين السوريين أذكر منهم بعجالة أنس سويدان الذي كان باكورة المحترفين السوريين في قطر وتم تجنيسه وانضمامه إلى منتخب قطر فيما بعد، هاني حمدون، موسى الموسى وطارق الخطيب، ولا ننسى المدربين حيدر خطاب وعبد الله الجاسم. أورينت نيوز كانت ولا تزال وستظل معكم منكم وإليكم أطيب المنى بنهاية الأخبار الرياضية، وأعود بكم إلى الزملاء لاستكمال مشوار جولة الصباح. تفضلوا. شكرا يا معلم، يعطيك العافية. الله يعافيك.